عشان من جوه بلاستيك وعليه مادة عازلة واخدها ايدك ومن هنا الإطار. فتحنا هنا كده هينزل ميه تحت. لا سخنة. لا يا راجل جد. طب حد يشوفها بس كده بعد اذنك يا سخنة. خد بالك يا سخنة. الحمد لله. طب اقفل بقى. كل ما تصبر اكتر تجيب ميه اكتر. يعني او اي مهندس عايز يعمل صناعات صغيره او عاوز ياخد دوره تفصيليه عن هذا، بيانات تفصيليه عن كيفيه تصنيع صيانه التصميم، هذا السخان اتس افيلابل هير اول اوفر ذا يير نو بروبلم. اي وقت طول السنه مرحبا بحضراتكم. نتكلم بالتفصيل عن السخان ايه الشمسي. في سخانات احنا بنحطها للصيانه جوه الصيانه حاجات زي كده، في عينه منها شغاله هنفتحها ونشوف الميه السخنه اللي نازله منها. درجه حراره الميه كام يا باشمهندس؟ درجه حراره الميه السخان الشمسي في الصيف من 70 75 درجة مئوية، في الشتاء من 50 ل 55 درجة مئوية، انت 40 درجة تلسعك، يعني بعد 40 درجة عاوز تخلط. وبالتالي المية افيل 150 لتر خزان قدرته 150 لتر مية سخنة في اليوم كافي لأسرة أربع أو خمس أفراد. وبالليل؟ بالليل ده خزان معزول زي الترمس، تصحى في الفجر تتوضى إن شاء الله أو تغسل وشك هتلاقي مية سخنة إن شاء الله. كوليكتور ده عبارة عن نعم؟ كوليكتور ده من جوه؟ كوليكتور متعدد الخامات، الديفولت بتاعه أو الأساسي هو عبارة عن مواسير بنسميها واحدة هيدر ورايزرز، هذه مصنعة من النحاس ومدكك فيها زعانف نحاسية أيضا، ففي أنواع كثيرة جدا من التصميمات، حاجة اسمها كبر تو كبر، كبر تو ألمونيوم، كبر تو أير أند سو أون، وبناء على نوعية المواد اللي جوه السخان يتحدد سعره، هو بكام؟ عشان كده ما هياش ديفولت السخان بكذا، لا هي الماتيريال اللي فيه ايه؟ بناء على الماتيريال تحدد السعر على طول. يحصل عندي مشكلة بما إني عندي منطقة ضعيفة المياه، المنطقة دي عادة بتبقى منطقة صحراوية، فبيحصل ارتفاع شديد في درجات حرارة المياه في هذه التنكات. فدكتور سمير استشارنا باعتبار ان احنا قسم الطاقه الشمسيه، ايه اللي ممكن اعمله عشان احاول ان انا اعمل تريتمنت هيت تريتمنت لهذه الميه؟ فاحنا كده فكرنا احنا عملنا عده طرق اخرى، الطرق الاخرى هنعملها منها التبريد بالكولينج سيستم العادي اللي هو البيبر كومبريشن سيستم، ان احنا نبرد التانك بيبر كومبريشن سيستم عادي زي وزي الثلاجه كل يوم. دي احد الطرق. فانا احتاج ان انا نعمل بحيث ان انا استعمل طاقه الارض ان انا اعمل عمليه هيت اكسشينج بين التانك والارض بتاعتي. الطريقه الثالثه ان انا بعمل كفرنج لهذا التانك بمواد تمتص الحراره، تعمل ستورج، تعمل تخزين للحراره، المواد هذه المواد بتعمل لها ميلتنج وفريزنج بحيث انها تنصهر اثناء النهار من حراره الميه وتتجمد اثناء الليل، ترد البروده مره اخرى للميه من خلال عمليه الميلتنج والفريزنج او بنسميها اللاتنت هيت ستورج سيستم، عمليه التخزين زي ايه؟ زي البافن واكس، زي الفاتي اسيدز. بعد المواد طبعا ده اكوردنج لايه؟ انا عندي درجه الحراره بتوصل كام؟ احنا طبعا بنعمل عمليه تسجيل الحراره في زي الشانلز وهذه التانكات بحيث ان احنا بنعمل اوبتمايزيشن لدرجات الحراره اللي احنا عايزينها واللي احنا بالفعل بنستقبلها، وبنقيس كميه الطاقه الشمسيه داخل هذه الصور ونشوف كميه الطاقه اللي نازله عندي قد ايه. فانا بحسب الكولينج لود، يعني احنا لما صممنا هذا التانك بهذا الكولينج لود حسبنا كميه الطاقه اللي سقط على القنوات من خلال ابعادها، من خلال المواد الماتيريال المستخدمه فيها، من خلال الميديا اللي هي بتجري سواء كانت جاريه او سواء كان ميديا، والهيت لوس اللي على التانكات، وابتدينا صممنا هذا. طبعا انا لما بستعمل هذا السيستم استعملنا اكوردنج للكولينج لود اللي انا حسبته.